زيت السمسم يشهد سوق الزيوت إقبالا شديدا، وخاصة الزيت المستخرج في معاصر السمسم، ويتحول هذا الزيت المستخرج بطرق بدائية إلى ثروة وهدايا يتم إرسالها إلى بقية مناطق السعودية. ومن المعلوم أن زيت السمسم النقي المنتج بالأسلوب البدائي أكثر صحة ونقاوة من الزيت المنتج عن طريق الماكينات الكهربائية التي تضر بالمنتج وتضعف من قيمته العلاجية والغذائية، حيث إن إنتاج جالون سعة 18 لترا من زيت السمسم النقي يستغرق 4 ساعات من العمل المتواصل، وذلك بربط أعين الجمل ليستمر ويدور حول المعصرة وكأنه في طريق طويل، ويستمر في الدوران حتى يتحول السمسم البلدي النقي إلى زيت ويتم بيعه فورا دون تخزين. ويحتوي زيت السمسم على أحماض دهنية مشبعة وغير مشبعة بالهيدروجين، وعلى بعض مانعات الأكسدة الطبيعية مثل فيتامين ه، كما يحتوي على مواد لا توجد في أي زيت آخر. يعتبر زيت السمسم من أغنى الزيوت النباتية بالأحماض الدهنية غير المشبعة بالهيدروجين، وكنا في الزمن الماضي لا نعرف غير هذا النوع من الزيوت، وكذلك زيت البذرة.